بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا طارق المهدي، مؤسس، أنا مدير الجمعية الخيرية برمادا. حسسنا الجمعية حوالي منذ 3 أشهر، كانت بداية عفوية، كانت الهدف متاعنا هو لم شمل البلاد، وكانت حبنا الأكثر هو كان نمشوا للموا البلاد ونخدموا البلاد، وكنا كانت تشتت أهل أولاد رمادة في الخارج كان كبير جدا، وحاولنا احنا أول هدف متاعنا هو لم شمل هذه العائلة بالخارج ولم أخوانا في الخارج، وكذلك كنا احنا نحب نوصلوا باش نعملوا حاجة في بلادنا ونخدموا أرضنا ونخدموا أولاد بلادنا. الحمد لله وفقنا ربي في الوقت الحالي، تقدمنا شوط كبير في التحضيرات متاع هذه المؤسسة. الحمد لله اليوم كان يوم استدعينا فيه برشا حبانا وإخواننا من أرمادا وأصدقائنا ومجونا من كل مكان، وكانت الحضور كثير. حاليا قاعدين توا نعملوا في برامج كبيرة إن شاء الله، وما زلنا في البداية نحاولوا نعملوا نشاط هو القيام بإعانة الفقراء، إعانة المعاقين. حاليا نعملوا في برامج لتنمية البلاد ولاهين بشيء بالأولاد الصغار في المدارس، في الليسي، في الجامعات، نحاول نلهو بالطلبة الناقصين، الناس الناقصة، الناقصين وأهل الحاجات، الناس المحتاجة. الحمد لله ثم برشا تجاوب من أهل البلاد باش يعاونونا على هذا المشروع الكبير، وما زلنا إلا في البداية، وإحنا حاطين أملنا باش نسمعوا آراء برشا ناس باش يعاونونا بأفكارهم، بيعاونونا بالسوتيام تاعهم، والحمد لله ربي يوفق بيناتنا إن شاء الله. وإحنا هذا الاجتماع يكون إن شاء الله اجتماع أول اجتماع كبير واجتماع خير اللي يخلينا نلموا بعضنا ونخدموا بلادنا ونرتاحوا لبعضنا أكثر وأكثر. إحنا نتمنوا، لأن أهل البلاد مثلا في رمادة وفي ضواحيها، كي نحكوا على رمادة رانا نحكوا على رمادة الكل، وخيانا في أي بلاصة غادي، لأنهم يعاونونا على الأقل بالكلمة الطيبة، يعاونونا أصلا يوقفوا معانا، يحاولوا يأدوا واجبهم كأن مثلا كما ندي احنا واجبنا للبلاد. نحاولوا ان شاء الله يوفقنا ربي احنا وياهم باش نخدموا البلاد واهلها، وان شاء الله تكون رمادة كل بخير وتونس كل بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، البشير دبوبة من تونس من منطقة رمادة. جتنا فكرة جمعية خيرية لأولاد رمادة، خدنا مجموعة من مهجراني أكثرهم كوميرسون وبرونجي وكلهم كوميرسون أغلبيتهم، ثم عمال بالخارج، حابين نعملوا لفتة للمنطقة رمادة، منطقتنا وين احنا مولودين، لفتة كريمة باش نعاونوا المجموعة غادي، ومنطقة نعاونوا مع بعضنا. احنا ثم ناس ما عندهمش أوراق في المجموعة هنا باش نسخروا لهم محامي، نحاولوا نجتهدوا حتى يجتهدوا الله أعلم بالتسخير والتوفيق، وبارك الله فيكم، كنتم انتم شرفتونا في البلاصة هذه في الانترفيو هذا. Yo.